البداية كالعادة مع أبرز العناوين الإخبارية. عثرت الشرطة يوم أمس على جثة في منطقة قريبة من قرية الجيش الجليلية، فيما تبين لاحقا أن الجثة تعود للفتاة يارا نشأة أيوب البالغة من العمر 16 عاما التي فقدت آثارها قبل 3 أيام. وفي حين أصدرت المحكمة أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجريات التحقيق في الجريمة، أعلن مجلس الجيش المحلي حدادا وإضرابا عاما في البلدة يشمل كافة المرافق بما فيها المدارس والمؤسسات التعليمية. وفي نفس السياق اعتقلت الشرطة شابا عشرينيا ورجلا في الخمسينات من عمره من سكان قرية الجش بشبهة ضلوعهما في جريمة القتل. أما الآن فينضم إلينا عبر الخط الهاتفي إلياس إلياس، رئيس المجلس المحلي في الجش. صباح الخير. صباح الخير. إذا أسئلة كثير سيد إلياس، ما فيش عندنا صراحة بعد كل شيء صار وكل شيء عم بيصير مع أمر حظر النشر المستمر لحديث هاي اللحظة، الكلمة لك. احنا فقنا امبارح على وضع اللي مش متعودين عليه بالجيش بتركيبتها الحلوة كتير. أول مرة بالبلد بصير عندنا جريمة قتل بشعة لطالبة بصف 11، البلد كلها شمالا بعم الغضب استنكار للي صار. احنا كمجلس رغم الاضراب بنرفع بصوت عالي بكفي 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 عنف بكفي جرائم. ما فيش حدا معه الصلاحية ياخد حياة فتاة بأول عمره. أستاذ الياس، يوم أمس يعني جميعنا استنكرنا هذه الجريمة البشعة جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن يعني بحكم أننا شخصيات تظهر في الإعلام وصلتنا العديد من الرسائل أيضا عبر الشبكة وتحديدا من إخواننا ومشاهدينا في قرية الجش، وكان في إجماع على أنه الجش هي عائلة واحدة، عائلة ربما كبيرة أكثر يعني أقل أو أكثر 3000 نسمة، والجميع الجميع في وضع جدا صعب على المستوى النفسي والمعنوي، وأقل ما يقال عن هذا الوضع أنه صادم لجميع أبناء هاي البلدة. يعني أدخلنا أكثر في تفاصيل ربما التوجهات لإلكو كشخص يعني قائد لهذه البلدة كجزء من هاي العائلة الكبيرة، يعني كيف يبدو هذا الصباح في قرية الجش؟ صباح صعب، صباح أسود، الكل غاضب، الكل مش عارف شو السبب. بلدتنا بلدة واحدة، عيلة واحدة، كله بيعرف الكل، كل علاقات منيحة. النسيج الاجتماعي نسيج جدا جدا منيح، عشان هيك الصدمة كانت صعبة على كل واحد. الصدمة صعبة على الأهل، الصدمة صعبة على زبلاء بالمدرسة، على معلمينا، على كل فرد وفرد بقريتنا. سيد الياس، في بداية الحلقة يمكن كان توجهنا في الأساس بدورنا كناس نمتهن الإعلام يمكن بتوجيه أصبع الاتهام حتى لحالنا كجزء من المجتمع، كجزء من هذه التركيبة المجتمعية، كلنا يمكن شركاء في هذا المشهد اللي عم بيصير بمجتمعنا. السؤال هون حول دور مجالسنا المحلية في الحد من هذه الجرائم. طلع المجالس المحلية بكل المجالس المحلية عم تعمل الماكسيموم اللي عندها تتمنع الظاهرة. هاي ظاهرة العنف اللي متفشي بالفترات الأخيرة بكل قرانا بكل مدنة. التوجه تبعنا بس للمؤسسات للشرطة انه تعمل الماكسيموم اللي بالماكسيموم تشتت هاي الظاهرة الموجودة اللي كل يوم والتالي، كل يوم اثنين، كل يوم خميس عم نسمع عملية قتل. كل واحد صار ياخذ القانون ويقرر ايش بده، بعرفش لأي درجة لوين وصلنا. مجتمعنا بالفترة الأخيرة صار مجتمع اللي وحوش بدها تسيطر على المجتمع. موضع
موقف صعب. كل حادث بيصير بأي قرية بهزنا كلنا، وكلنا نفكر إحنا مش موجودين بالإحصاءات تبعون القرى، بس وصلنا بالآخر كمان إحنا موجودين بهذا الإحصاء. شكرا رئيس مجلس الجيش المحلي الأستاذ إلياس إلياس على هاي المداخلة، بالفعل على أمل أنه تمرق هاي الأيام يعني بديش أقول بأفضل طريقة ممكنة، ولكن هل قد كل تعبير اليوم محسوب علينا؟ بالفعل محسوب علينا، لأنه في ناس بهمها كل شيء عم بيصير، بهمها الأشخاص والنساء اللي عم يقتلوا في مجتمعنا واللي عم يعنفوا في مجتمعنا، لهيك كل كلمة محسوبة علينا. رح يشوفوا هالمضامين ورح يعرفوا قديش إحنا عاجزين. طبعا نترحم على يارا ونتمنى لعائلتها وذويها ولكل إخواننا وأهلنا في الجيش الصبر والسلوان، ومثل ما ذكرنا يوم أمس نتمنى من الله أن يغفر لنا جميعا.